صباح النور، شكرا للحضور الكريم، تحية نضالية عالية لكل المقصيات والمقصيين بإقليم العرائس على إنجاحهم لهذه المحطة النضالية من خلال خوضهم الإضراب الإنذاري وتجسيدهم لهذه الوقفة الاحتجاجية. تحية لكل الإطارات النقابية على دعمها ومساندتها في إنجاح هذه المحطة النضالية. تحية للتنسيقية الإقليمية بالعرائس لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، وكذا التنسيقية الوطنية وباقي التنسيقيات الجهوية والإقليمية عبر ربوع المملكة على ما يبذلونه من أجل انتزاع حقهم العادل والمشروع. بداية نهنئ أنفسنا وإياكم على النجاح الباهر الذي عرفه الشكل النضالي المتمثل في حمل الشارة وكذا خوض الإضراب وهذه الوقفة الاحتجاجية. إننا كمقصيات ومقصيين من خارج السلم بإقليم العرائش نؤكد على مطلبنا العادل والمشروع والمتمثل في فتح باب الترقي إلى خارج السلم. بالنسبة لكل من أساتذة التعليم الابتدائي، أساتذة التعليم الإعدادي، ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين، وذلك وفق الشروط النظامية المعمول بها حاليا وبأثر الرجعي، إسوة بزملائنا في القطاع وفي الوظيفة العمومية، وذلك من خلال إصدار مرسوم تعديلي للنظام الأساسي أو الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز لجميع الفئات. ونطالب الوزارة والحكومة بتحمل مسؤولياتها اتجاه هذه الفئة والاستجابة الفورية لمطالبها المشروعة، كما نطالب الإطارات النقابية برفع مستوى التعبئة للدفاع عن مطلبنا العادل والمشروع وجعله ضمن أولويات مطالبها والعمل على انتزاعه. إننا كمقصيات ومقصيين نجدد تضامننا اللامشروط والمطلق مع نضالات الفئات التعليمية حتى تحقيق جميع مطالبها، كما نطالب الوزارة الوصية والحكومة العمل على صون المكتسبات والقطع مع سياسة التراجعات، ونؤكد استعدادنا للوقوف سدا منيعا أمام المخططات التي تهدف إلى ضرب المدرسة العمومية، كما نؤكد دعمنا ومساندتنا لجميع الفئات. إن التنسيقية الإقليمية بالعرائش تدعو جميع المقصيات والمقصيين من خارج السلم إلى رفع منسوب التعبئة والاستعداد للمحطات النضالية المقبلة، كما تدعوكم للالتفاف حول التنسيقية ومواصلة التعبئة الشاملة من أجل انتزاع مطلب خارج السلم. وما لا يؤخذ بالنضال يؤخذ بمزيد من النضال. عاشت التنسيقية للمقصيين من خارج السلم إطارا مستقلا مناضلا ومناضلا وديمقراطيا، ودمتم للنضال أوفياء. صامدون 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 أورش المطالبون صامدون صامدون أورش المطالبون.
إذن تحية نضالية لكل الحضور، وموعدنا إن شاء الله في محطات أخرى بحول الله.